يا مساء الخير واهلا بيكم في وصفه جديده من وصفات قناه زوما فود. انا لميا، هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله طريقه عمل البانيه الكريسبي. البانيه ده بيبقى حلو جدا لو كناه في سندوتشات كده مع مايونيز وطرنشات خيار مخلل. هو اصلا بره بيتباع الساندوتش بيبقى كده طبقات البانيه وبعدين المايونيز والخيار، بيبقى طعمه حلو جدا. هنعمله مع بعض النهاردة ان شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. شوفي معايا الفيديو للاخر ونشوف مكوناتنا ايه. النهاردة هنحتاج للطبق بتاعنا صدور فراخ بانيه، معلقة كبيرة نشا بس يعني نملاها شوية، وبهاراتنا فلفل اسمر، بابريكا، ده رشة جنزبيل وملح، كزبرة ناشفة، توم باودر وبصل باودر، ورشة 7 بهارات، ونص معلقة صغيرة كركم. وهحتاج بيضة ونص كوباية لبن ودقيق على حسب الكمية اللي هتستخدميها في البانيه. انا اول حاجة هضيف البهارات بتاعتي على الدقيق، نضيف كده كل البهارات، وبعدين هضيف النشا وكمان البيضة. زي ما شايفين هنزل بقى البيضة بتاعتي وابتدي اقلب تقليبة بسيطة كده، اخلط البيضة مع البهارات والدقيق، وبعد كده هضيف اللبن، بس هضيف اللبن يعني جزء جزء كده بالتدريج لغاية ما اوصل ان تكون التتبيلة عبارة عن شبه عجينة القطايف كده، انا مش عايزاها ولا تقيلة ولا خفيفة، فهضيف اللبن بالتدريج زي ما انتوا شايفين. اقلب كويس، طبعا لسه التتبيلة يعني تقيلة معايا، هضيف بقية اللبن. شايفين ازاي؟ لو عايزة تستغني عن اللبن وتستعوضي بمية مفيش مشكلة، تقدري تخلطي التتبيله بتاعتك بالميه، يعني ما فيهاش اي مشكله. شايفين ازاي؟ انا كده تمام بالنسبه لي التتبيله. هبتدي بقى انزل الفراخ بتاعتي، طبعا احنا بنبقى غسلينها كويس من قبليها وحطيناها في ليمون او ميه وليمون، وبعدين بنصفيها. دلوقتي انا هقلب الفراخ في التتبيله كويس جدا، واتاكد ان الفراخ كلها خدت من التتبيله بتاعتي، وهسيبها على الاقل ساعتين مش اقل من كده. طبعا كل ما المدة بالطول كل ما الفراخ بتدي نتيجة احسن وطعم احلى. زي ما انتوا شايفين بس كده اظبط البولة بتاعتي، وبعدين هحطها في التلاجة زي ما قلنا، ومش هطول عليكم ونرجع بعد ما نطلع الفراخ من التلاجة عشان نقليها مع بعض. انا كده طلعت الفراخ من التلاجة، شايفين؟ ابتدي بس اقلب كده تاني تقليبة كده خفيفة، وبعد كده هاخد البني بتاعي. شايفين ازاي؟ انا عندي هنا دقيق وضيف عليه معلقة نشا كمان، وهبتدي اغلف البني بتاعي بالدقيق زي ما انتوا شايفين. هحاول كده اغطيها بالدقيق كويس، لازم تاخد طبقة دقيق كويسة علشان تديني القرمشة اللي بنشوفها في المحلات، فانا مضطرة استخدم بقى ايدي عشان اعرف اتبلها كويس بالدقيق. وانتي بتتبلي ياريت ما تضغطيش على البانيه خالص، يعني كده على الخفيف، وتحاولي تخليها كده يعني على قد ما تقدري تاخد من طبقات الدقيق، عشان زي ما قلنا هو ده اللي بيدي الكريسبي للفريخ. شايفين ازاي؟ هوريكم واحدة كمان، اخدتها من التتبيلة وهنزلها في الدقيق زي ما قلنا. شايفين انا بالراحة خالص ما بضغطش على البانيه خالص. شايفين ازاي؟ وهقلب تاني في الدقيق كمان مرة. طبعا كل ما بتزودي عدد المرات وانتي بتقلبيها كده في الدقيق كل ما بتديكي نتيجة احسن. شايفة ازاي؟
احط كمان واحدة، هنزلها في الدقيق برضو. طريقة سهلة جدا ومكونات كلها موجودة في البيت عندك، وبتعملي بيها احلى فراخ ممكن تاكليها. يعني مش قادرة اقولك بيبقى طعمها حلو قد ايه. هقلب كده كمان في الدقيق. انا هنا مجهزة زيت سخن علشان اقلي فيه البانيه بتاعي. انا طبعا خلصت كل الكمية وهبتدي اقلي معاكم دلوقتي البانيه. شايفين الزيت سخن ازاي؟ بس طبعا على نار برضو هادية شوية، يعني مش عايزينها تبقى نار عالية قوي عشان ما نلاقيش الفراخ اتحمرت من برا وتكون لسه من جوه مش مستوية كويس. فاحنا بنسخن الزيت ومجرد ما بننزل الفراخ بنبتدي نوطي النار شوية، بنستنى طبعا على الفراخ لغاية ما تاخد لون ذهبي، وبنقلبها على الوش التاني عشان خاطر تتحمر كلها كويس، وبتتيكي نتيجة مش قادرة اقولك بتبقى هايلة. فراخ مقرمشة لونها تحفة، مش ما فيهاش زيت، ما بتشربش زيت، يعني فراخ ناجحة 1000000%. والولاد كمان بيحبوها قوي بقى لما تقدميها كمان مع بطاطس محمرة والكاتشب والمايونيز، بتبقى وجبة بالنسبة لهم لذيذة جدا. شايفين ازاي؟ شايفين ابتدت تقرمش ازاي؟ يا رب تكون باينة قدامكم. هقلبها بس على الوش التاني. شايفين ازاي؟ انا كده الفراخ بتاعتي خلاص خدت اللون الذهبي اللي قلنا عليه. بصوا بقت مقرمشة ازاي، شايفين لونها؟ فراخ ولا احلى من كده. هبتدي بقى اطلع الفراخ بتاعتي وارصها في الطبق اللي هنقدم فيه عشان نشوفها مع بعض. انا كده خلصت الكمية بتاعتي كلها ومقدمة معاها كاتشب ومايونيز زي ما قلنا، بس انا حابة اوريك هي قد ايه مقرمشة وفي نفس الوقت مستوية. اتمنى تجربوا الوصفة ان شاء الله وتعجبكم. شايفة ازاي؟ انا هدوقها بقى، طعمها تحفة. يا رب تجربوها، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله من وصفات قناة زوما فود. وبالهنا.